السيسي والباقي قائد السبسي يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. السيسي يترأس اجتماعا للمجلس العسكري ويضع إكليلا من الزهور على قبري الجندي المجهول ورئيس السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر. وزير الأوقاف يعلن ارتفاع عدد الحجاج المصريين في حادث منى إلى 138 من الوفيات ويقدم تقريرا لرئيس الوزراء حول موسم الحج لهذا العام. روسيا تواصل قصفها لمواقع تنظيم داعش في سوريا، والأسد يحذر من تدمير المنطقة بأكملها في حال فشل تحالف موسكو ودمشق ضد الإرهاب. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة وشاملة تأتيكم على شاشة النيل. أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تبادل وجهات النظر في مختلف الموضوعات مع الرئيس التونسي الباقي قائد السبسي. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر رئاسة الجمهورية مع نظيره التونسي الذي يزور القاهرة حاليا. التأكيد على أواصر الأخوة والصداقة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية وعمق وخصوصية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصنا الدائم على تعزيز وتطوير علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا بما يحقق ويعظم مصالحنا المشتركة ويمكننا من مواجهة التحديات المختلفة التي تهدد البلدين ويلبي التطلعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للشعبين. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري. أستاذ أشرف، يعني بعد التحية، قراءتكم للعلاقات المصرية التونسية، الأفق الأرحب لها كما أشار الرئيس السيسي من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بين القيادتين المصرية والتونسية، والأفق كذلك فيما يتعلق بتفعيل التنسيق المتبادل بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المتعاظمة وربما أبرزها مواجهة الإرهاب. أستاذ أشرف، أستاذ أشرف، أبعاد وأفاق العلاقات المصرية التونسية على ضوء زيارة الرئيس التونسي السبسي إلى مصر وما أجراه من لقاءات مع رئيس السيسي وتوجد بالمؤتمر الصحفي الذي تابعنا. ألو، أيوة أستاذ أشرف. أيوة أنا معاك. يعني ما الذي كرست له محادثات القيادتين المصرية والتونسية من خلال زيارة الرئيس التونسي السبسي إلى مصر، سواء فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد آلية لهذا التنسيق المتبادل بين البلدين والرؤى أيضا المشتركة في مواجهة الإرهاب؟ بكل تأكيد هذه الزيارة ربما تؤكد على أنه لدى القيادتين على ضروره المضي قدما في تعزيز العلاقات نحو افق جديده فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، خاصه ان السيسي قال انه دي اول زياره رئيس تونسي منذ نصف قرن اي 50 عاما، بالتالي هو راغبين او تونس راغبه في التعاون مع مصر لتفعيل مجمل الاتفاقيات 16 اتفاقيه اللي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنه الدوره 15 على مستوى وزراء او رؤساء الوزراء في البلدين، بالاضافه للاهتمام بك أستاذ أشرف. انقطع الاتصال، وكانت هذه إفادة سريعة من الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام حول ما تنطوي عليه العلاقات المصرية التونسية على ضوء الزيارة الحالية للرئيس التونسي الباقي قائد السبسي. كانت مراسم الاستقبال الرسمية قد جرت اليوم فور وصول الرئيس التونسي إلى القاهرة للقاء رئيس السيسي، حيث تناولت القمة المصرية التونسية مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الليبية والوضع الراهن في سوريا وسبل مكافحة الإرهاب. فقد اتفقنا على دفع آليات التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات والقضايا
حتى نتمكن سويا من مواجهة واجتياز المخاطر التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية. السيد الرئيس، لا يفوتني في هذه المناسبة أن أعيد تأكيد الاهتمام الذي تليه جمهورية مصر العربية للتعاون مع الجمهورية التونسية في مواجهة الإرهاب ودعمنا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لصون أمن بلادها، وأن أعرب عن تمنياتنا الطيبة لتونس العزيزة بالازدهار والتقدم ولشعبها الشقيق كل الخير والتوفيق. قام رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بترأس اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وجه الرئيس التهنئة لأعضاء المجلس وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقرأ الفاتحة على روح الرئيس الراحل. وكان في استقباله الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأفراد أسرة الزعيم الراحل أنور السادات. كما قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة على روح الرئيس الراحل. وكان في استقبال السيسي لدى وصوله إلى ضريح عبد الناصر أفراد أسرة الزعيم جمال عبد الناصر. أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة. قام قادة الجيش الثاني الميداني وقائد الجيش الثالث الميداني وقائد المنطقة المركزية العسكرية وقائد المنطقة الغربية العسكرية وكذلك قائد المنطقة الشمالية العسكرية والمنطقة الجنوبية العسكرية بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الطاهرة. وفي إطار مشاركة وزارة الداخلية للقوات المسلحة الاحتفال بالذكرى 42 لنصر أكتوبر، أناب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة يرافقه وفد من قيادات الشرطة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وأناب مديري أمن المحافظات بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالمحافظات وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة. تتواصل أعمال وضع اللمسات الأخيرة للاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد على استاد الدفاع الجوي بمشاركة الإمارات العربية المتحدة. مصر المكان والمكانة عرض من ضمن العروض التي ستقدم خلال الاحتفال يشرح مكانة مصر عبر تاريخ من إنتاج الجانب الإماراتي الذي يشارك في هذا الاحتفال. منذ 42 عاماً تحديدا يوم 6 أكتوبر لعام 1973 عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس واجتاحت خط بارليف المنيع واستردت الأرض والكرامة. واليوم توضع اللمسات الأخيرة للاحتفال بهذا النصر العظيم في استاد الدفاع الجوي. 98% من الشغل يتبع التلفزيون المصري، مصورين والمخرجين، في مخرجين أجانب للعرض، ناس جايبين العرض، جايبين 3 مصورين فقط،
قدمنا لهم 10 مصورين للعرض مع مصورينهم. وحدات الإذاعة الخارجية، الهندسية، قطاع الهندسة مقدم كل التسهيلات الكاملة، أكثر من 13 كاميرا للعرض. أما الجانب الإماراتي الذي شارك في الاحتفال بأوبرات عناقيد الضياء أشاد بالتنظيم ووعد بتقديم حفلا متميزا ليشارك مصر والعرب أجمع انتصاراتها في معركة السلام. انتصارات 6 أكتوبر هي في الحقيقة ليس انتصار لمصر فقط، ولكن أيضا للأمة العربية كلها. فارتأينا في إمارة الشارقة في دولة الإمارات أن نشارك بهذا الحفل وأن ندعم هذا الحفل بعملين كبيرين، أحدهما خاص بمصر نفسها. فالعمل الأول راح يكون إن شاء الله باسم مصر المكان والمكانة، وهذا العمل أنتج خصيصا لمصر. العرض الآخر وهو عناقيد الضياء، وهذا العمل إن شاء الله يعني سيتحدث عن سماحة الإسلام وعن الصورة الحقيقية للإسلام وعن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. تعاون فني مصري إماراتي في احتفال إعادة الأرض واسترداد الكرامة 6 أكتوبر إن دل يدل على أن التعاون العربي المشترك لا يقف فقط عند حد السياسة أو طاولة المباحثات، ولكنه يمتد ليشمل الفن، اللغة الجامعة بين شعوب الأرض كافة. عمر حمزة، النيل. على الرغم من مرور أكثر من 40 عاما على هذا النصر المجيد، إلى أنه يبقى حاضرا في أذهان وقلوب الملايين، ودروس مستفادة كثيرة مستقاة بالتأكيد من هذه الانتصارات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق. سيادة اللواء، ما الذي نستلهمه من روح أكتوبر في هذا الوقت اللي تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة وتحديات متعاظمة؟ الحقيقة أكتوبر هو نصر فعلا زي ما حضرتك تحدثت تماما. بعد هزيمة منكرة اعتقد الجميع أن مصر لن تستطيع أن تقوم لها قائمة بعد النكسة اللي حصلت في 67، ولكن الشعب المصري التف حول قيادته يظهر معدنه الأصيل أنه لا يقبل مثل هذا الوضع، وان هو يقبل التحدي. والتحدي هو الجندي اللي حارب في 67، هو نفس الجندي اللي حارب في 73، نفس الضابط اللي حارب في 67 هو نفس الضابط اللي حارب في 73، نفس المعدة اللي كان بيقاتل بيها في 67 تقريبا هي المعدة اللي قاتل بيها في 73. طب ما ايه الفرق؟ الفرق الروح المعنوية والروح القتالية اللي فعلا استطاع الشعب المصري ان يدعم قواته المسلحة ويقف خلفها موقف رجل واحد، خلى القوات المسلحة لابد ان هي تعيد لها كيانها ومصريتها وعروبتها وشكلها بشكل قوي. ومفيش شك ان هذه الحرب على فكرة كمان مش بس الشعب مصر، ده الشعب العربي كله. لأن أنا فاكر لما قامت حرب 73 كان عندنا 11 دولة بعت قوات من عندها تقف بجوار الشعب المصري، 11 دولة عربية، إما تبعت كتيبة أو تبعت لواء أو بعتت سلاح أو بعتت طيران إلى آخره. فده يدل عليه الأمة العربية بتحتاج إلى باستمرار الوقوف صلبة أمام كل الصعاب اللي بتواجه الأمة العربية، وهو ده اللي احنا بنطلبه. الملاحظات اللي بتعيشها الأمة العربية في هذا التوقيت ربما هي أحرج وتحدياتها أكبر، يعني من منطلق أن في كتير من القواسم مشتركة بين حرب 73 وبين ما نشهده من حرب حاليا ضد الإرهاب، إلا أن في بالتأكيد طبيعة خاصة لهذه المرحلة، طبيعة خاصة لهذه الحرب، وفرق بالتأكيد بين مواجهة عدو واضح ومواجهة عناصر إرهابية. ماذا تقولون في ذلك؟ ما أنا بقول لحضرتك أن النهاردة الحرب تطورت، ما بقتش بقت جيوش، بقت الحرب حرب من الجيل الرابع. والجيل الرابع هو احداث فوضى في اي بلد من البلاد بحيث انها تهدم هذه البلد من داخلها بالفوضى وبالاضرابات وبالامتناع عن العمل والى اخره. هي دي الجيل الرابع من الحروب، ما بقاش
طيران ودبابات ومدافع وطائرات وإلى آخره. لا، ده الجيل الرابع من الحروب أصبح بيفتت الدولة من داخليتها، وده أصعب. وهل طبيعة يعني الأدوات نفسها بتختلف من منطلق أن العدو ليس من الخارج فقط؟ طبعا بتختلف 100%، بتختلف وبتحتاج إلى فكر جيد زي ما حضرتك شايفة دلوقتي وبتسمع عن ما بيحدث في سيناء من جماعات إرهابية بتتنطط ما بين نقطة لنقطة وبتاع زي لعبة القط والفار بالظبط. فده هي دي الحروب الحديثة، هي دي اللي ابتدعوا عليها كمان الدول الكبرى علشان تبعد عنها بأي شر تجيبه للدول اللي زي حالتنا كده في المنطقة. وبإذن الله الغلبة لسواعد المصريين الحقيقيين الذين يرغبون في الخير لمصر طبعا والمصريين. شكرا طبعا جزيلا سعادة اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة سابقا. قدم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس بعثة الحج الرسمية تقريرا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم حول موسم الحج لهذا العام. وخلال مؤتمر صحفي أكد جمعة أن عدد الوفيات من الحجاج المصريين إثر حادث تدافع مشعر منى ارتفع إلى 138 حاجا و17 مصابا و96 من المفقودين. لأن أي معلومات يمكن أهالي المفقود أن يقدموها موجودة الآن على موقع وزارة الأوقاف أوقاف أونلاين، تم نشرها من الأمس. والهدف من إيه؟ لو حد مثلا بعت لنا صوته متوفى أو رقم جوازه أو نوع البعثة أو يعني أي معلومات هي تسهم في سرعة التعرف على المفقودين. وبرضه عشان يكون واضح، هذه اللجنة فقط بتتلقى البيانات اللي تساعدنا في سرعة التعرف على المفقودين وبتسجل رقم المتصل، وعند وصول اي معلومات جديدة هنبادر بالاتصال به لطمأنته. بالنسبة اخر جملة عندي، الاعداد لغاية الاعداد اللي تلقيناها بالاسماء على اوقاف اونلاين هتلاقوا اخر كشف اللي هو تم نشره امس، ده موجود بالاسماء مدققة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف القنصل المصري في جدة السفير عادل الألفي. سيادة السفير، نبدأ بالتحقق من الحصيلة اللي وردت إلينا لضحايا هذا الحادث بمشعر منى من الحجاج المصريين، 138 من المتوفين و17 مصابا و96 مفقودا، يعني هل هي كما هي علي أم أن هناك حصيلة نهائية أخرى لديك؟ يعني الى الان لم يتم اصدار بيان بخصوص اخر التطورات، وهذه الحصيله طبعا ليست نهائيه ولن تكون نهائيه الا بعد الاعلان عن اخر جثمان تم فحصها هويات المفقودين. نعم. ولكن يعني احنا ان شاء الله هنعلن لما يكون في حاجه في خط الاعلان وتطور، هنعلن وان شاء الله هنبقى نعمل بيان سواء بشكل يومي او يعني كل يوم بعد يوم، على اساس ان احنا ان شاء الله نكون متابعين والناس تعرف كل حاجه. طيب استاذ سفير، ايه الاجراءات التيسيريه المبذوله؟ احنا موجودين في كل مواقع الحدث، البعثات الرسميه البعثات النوعيه بتواصل دورها في متابعه حصر الجثامين المتوفين وتحديد هويتهم، بالاضافه الى التعامل مع بلاغات الفقر. وبالطبع زي ما بيقول حضرتك ما زالت هناك بتدل يعني نتعرف على وفيات جديده، ولكن هيبقى عدد بعد ذلك في لا مفر من اللجوء لتحليل الحمض النووي لتحليل. سيادة السفير، طبيعه الاجراءات التيسيريه اللي بتبذل لاهالي المفقودين للتعرف على ذويهم ولسفرهم يعني الى المملكه؟ لا، هو حضرتك يعني تم اعلان استاذ وزير الصحه قام بالاعلان عن انه تم الاتفاق مع الجانب السعودي ان يتم تسجيل اخذ العينات بشكل ان ذوي الاسر الموجودين داخل المملكه العربيه السعوديه تم تحديد مستشفى المعيصم لاخذ العينات بها، وادينا المواعيد في وسائل الاعلام من الساعه 8 صباحا حتى 2 ظهرا بعد الظهر، ومن الساعه 4 مساء حتى 10. وبالنسبه للناس اللي ذويهم مش موجودين داخل المملكه تم تحديد 3 مستشفيات لاخذ العينات، وذلك اعتبارا ان شاء الله من صباح الاثنين
غدا، وذلك وفقا لما اعلنه السيد وزير الصحه المصري. بشكرك شكر جزيل السفير عادل الالفي القنصل المصري في جده. استقبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض عدد من الملفات المتعلقه بخطط عمل الوزاره خلال الفتره المقبله، كما تم استعراض خطه تطوير قطاع الاتصالات والجهود المبذوله لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين. واوضحت المصادر انه جاري اتخاذ الاجراءات اللازمه لتحسين الخدمات المقدمه، كما تم عرض الرؤيه المستقبليه لتطوير قطاع البريد عبر تطوير وميكنه الخدمات البريديه لتقديم خدمات مجتمعية متطورة. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على عمق العلاقات المصرية القبرصية، مشددا على مسعى الحكومة لتطوير تلك العلاقات، خاصة وأن هناك مجالات رحبة للتعاون الثنائي في الكثير من القطاعات المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لسفير قبرص بالقاهرة، كما أشار إلى أنه في إطار احترام مصر لكافة التزاماتها التعاقدية مع جميع المستثمرين، فإنها تسعى لزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة لتوفير الاحتياجات المطلوبة في السوق المحلية. من جانبه أشاد السفير القبرصي بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وقيادتيهما، منوها إلى تعدد مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين. صرح نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام المستشار وائل شلبي بأن المجلس الخاص لمجلس الدولة قرر ندب 2455 قاض بمجلس الدولة للإشراف على الانتخابات البرلمانية. في الوقت نفسه نظمت اللجنة العليا للانتخابات دورات تدريبية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على الإجراءات وبيان واجبات جميع أطراف العملية القضائية. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية نظمت اللجنة العليا للانتخابات دورات لأعضاء الجهات والهيئات القضائية للتدريب على الإجراءات وبيان واجبات جميع أطراف العملية الانتخابية. تدريب السادة القضاة هيشمل حوالي 5000 قاضي من كل محافظات الجمهورية ومن جميع الجهات والهيئات القضائية المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية هذا العام. لا شك أن التدريب عامل مهم إن لم يكن الأهم في سبيل إجادة العمل. وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة عن إجراءات جديدة لسير العملية الانتخابية تقضي أن يأخذ القضاة قسطا من الراحة خلال عملية الاقتراع. في خلال اليوم الانتخابي الذي يبدأ من 9 صباحا حتى 9 مساء ساعة راحة، من 2:30 حتى 3:30 عصرا، وسيتم وضع إرشادات في هذا الشأن، كما سيقوم السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون تسجيل رأيهم. اللجنة العليا أيضا بصدد تنظيم دورات مماثلة للإداريين المشاركين في الانتخابات. لا صوت يعلو فوق صوت التعبئة للانتخابات البرلمانية، خاصة في ظل الاستعدادات من كافة أطرافها لا سيما الهيئة القضائية من خلال الدورات التدريبية لوضع اللمسات النهائية لانطلاق الانتخابات. رمضان المطعني، النيل. استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة محاكمة 23 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بكتائب أنصار الشريعة. يواجه المتهمون وهم 17 متهما محبوسا وستة هاربين تهم ارتكاب جرائم قتل 12 ضابطا وفرد شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخرين واستهداف منشآت تابعة للقوات المسلحة. تستكمل محكمة جنايات بورسعيد محاكمة 51 متهما في محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي وإحداث الشغب والعنف عقب صدور الحكم في قضية مذبحة الاستاد، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا من بينهم ضابط وأمين شرطة. واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى شهود النفي. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما بأنهم قاموا خلال أيام 26 و27 و28 من يناير من عام 2013 بقتلهم وآخرين مجهولين
ضابطين وأمين شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد. قال وزير الموارد المائية والري حسام غازي إنه تم تعديل موعد الاجتماع الثلاثي الذي كان مقررا عقده بالقاهرة بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري بدلا من الرابع والخامس من ذات الشهر بسبب ظروف خاصة تمر بها دولة السودان وإثيوبيا. وأكد مغازي في تصريح له على هامش مؤتمر المنعقد حاليا بشرم الشيخ أنه لا صحة لما تردد حول تغيير مسار مفاوضات سد النهضة وأن ما تم هو تعديل موعد انعقاد الاجتماع فحسب، مشيرا إلى أن مصر اقترحت أن يكون الاجتماع القادم على مستوى وزراء المياه في الدول الثلاث وليس على مستوى خبراء اللجنة الفنية الثلاثية كما كان مقررا. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن سوريا وروسيا وإيران والعراق متحدة في قتال الإرهاب، وحذر من أن الفشل في محاربة الإرهاب سيكون مدمرا لمنطقة الشرق الأوسط. وأكد الأسد خلال مقابلة مع إحدى القنوات الإخبارية أن الدول الأربع ستحقق نتائج فعلية، مضيفا أن حملة الضربات الجوية التي يشنها تحالف بقيادة واشنطن منذ عام في سوريا والعراق ضد تنظيم أدت إلى تصاعد العنف. يأتي هذا بينما تواصل مقاتلات الجيش الروسي غاراتها على مواقع ومعاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. في غضون ذلك وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التدخل العسكري الروسي في سوريا بالخطأ الفادح، بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ضرورية. لليوم الخامس على التوالي تواصل الطائرات الروسية شن غاراتها على مواقع تقول إنها تتبع العناصر الإرهابية في سوريا. وزارة الدفاع الروسية في بيان جديد لها أعلنت أن مقاتلاتها قصفت عددا من الأهداف التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا مستهدفة البنية التحتية للتنظيم الإرهابي، كما أكد البيان أن الجيش الروسي سيوسع حملة القصف الجوي. العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو في سوريا منذ الأربعاء الماضي لاقت ردود أفعال واسعة ما بين مؤيد ومعارض لها. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وصف قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل العسكري في سوريا بأنه خطأ فادح بصورة مأساوية. جرت معظم الضربات الجوية الروسية كما لاحظنا حتى الآن في مناطق بسوريا لا يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بل معارضون آخرون للنظام، إنهم يساندون الجزار الأسد وهو خطأ فادح بالنسبة لهم وبالنسبة للعالم، سيزيد ذلك من عدم الاستقرار في المنطقة. في المقابل أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الجهود العسكرية ضرورية في سوريا، وأضافت خلال لقاء مع الراديو الألماني أن روسيا وأمريكا والسعودية وإيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يمكن أن تلعب دورا هاما في التوصل لحل سياسي في سوريا. وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة مشاركة ممثلين من المعارضة السياسية وحكومة دمشق في حوار جاد من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة. محللون سياسيون أكدوا أن معظم الضربات الجوية الروسية تركزت وسط وشمال غرب سوريا مستهدفة الرقة وحماة وحمص وإدلب، كما أكدوا أن معظم الطلعات الجوية استهدفت ودمرت معاقل لجبهة النصرة. جبهة النصرة إذا كانت من الأساس جبهة النصرة هي ذراع القاعدة في بلاد الشام وذراع القاعدة في بلاد العراق اندمجوا وشكلت داعش، فوضعت جبهة النصرة على لائحة الإرهاب قبل أن توضع داعش. كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد أن دخول روسيا بما لديها من إمكانات وقدرات في هذا الجهد هو أمر سوف يكون له أثر في محاصرة الإرهاب في سوريا والقضاء عليها، لافتا أن التواجد الروسي الهدف منه توجيه ضربة قاسمة متوافقة مع الائتلاف المقاوم لداعش في سوريا والعراق. ونبقى معكم وفي هذه النشرة بعد فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالخليل جنوب الضفة.
السيسي والسبسي يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. رئيس السيسي يترأس اجتماعا للمجلس العسكري ويضع أكليلة من الزهور على قبر الجندي المجهول والرئيس السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر. وزير الأوقاف يعلن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين في حادث منى إلى 138، ويقدم تقريرا لرئيس الوزراء حول موسم الحج لهذا العام. روسيا تواصل قصفها لمواقع تنظيم داعش في سوريا، والأسد يحذر من تدمير المنطقة بأكملها في حال فشل تحالف موسكو ودمشق ضد الإرهاب. إلى آخر أخبار المال والأعمال والاقتصاد بصحبة الزميلة مجدة القاضي. إليك مجدة. سميلة ريهام رجائي، شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين مصر والبنك الدولي بأكثر من نصف مليار دولار لتمويل برامج الصرف الصحي بعدة محافظات. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم التوقيع على اتفاق بين مصر والبنك الدولي لتمويل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة الدقهلية والشرقية بقيمة 550 مليون دولار. وعقب التوقيع أوضح وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج يسعى إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية تضم حوالي 833 ألف نسمة. من جهتها قالت وزيرة التعاون الدولية دكتورة سحر نصر بأن هذا البرنامج يعد جزءا من البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 2.8 من 10 مليار دولار. أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم يكفي حتى الأسبوع الأول من شهر مارس القادم. كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء 235 ألف طن قمح روسي وأوكراني من الخارج عن طريق المناقصة العالمية 11 في موازنة العام المالي الحالي، وشاركت في المناقصة شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 199 دولارا و72 سنتا لكل طن، على أن يبدأ التوريد بداية من شهر نوفمبر المقبل. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والتطوير الحضري عن بدء الحجز اليوم وحتى الخامس من نوفمبر ل 25 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر، وذلك في 12 مدينة جديدة بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 150 مترا. وأشار مدبولي إلى أن مقدمات الحجز تبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 125 ألف، مضيفا أن سداد ثمن الوحدة السكنية يتم من خلال نظامين، إما على 5 سنوات دون فوائد أو بنظام التحويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي حتى 500 ألف جنيه بفائدة تصل إلى 8% متناقصة لمدة 15 سنة. يواصل المؤتمر الإقليمي الأول للمساحة والتنمية فعالياته في مدينة شرم الشيخ لليوم الثاني على التوالي بحضور نحو 300 من الخبراء والباحثين والمهندسين في مجال المساحة من الشرق الأوسط وأكثر من 15 خبيرا من دول أجنبية. جلسات اليوم تناقش دور المساحة في وضع الأطر العلمية والجغرافية اللازمة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، ووضع خارطة جغرافية لطريق الملاحة عبر نهر النيل. وتستمر عمل المؤتمر 4 أيام، وهو أول مؤتمر إقليمي يربط بين علم هندسة المساحة وعلاقتها بالمشاريع العملاقة وتنمية المجتمع. في
في البورصة المصرية. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد. مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.2 من 10 مليار جنيه، لينهي تعاملات عند مستوى 444 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 188 مليون جنيه. نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية مع زميلة ريهام رجائي. شكرا لكم. شكرا لك مجدة. بالفعل نواصل تغطياتنا إلى تطورات الشأن الفلسطيني. تجددت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مناطق تماس القريبة من المستوطنات في مختلف مناطق محافظة الخليل جنوب الضفة. وقالت مصادر إن مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية وسط الخليل ومفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من المدينة وعلى مدخل بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمالا وبلدة بيت عوا ومخيم الفوار جنوبا، ما أدى إلى وقوع إصابات جراء استنشاق الغازات المسيلة لدمه. توتر شديد يسود القدس المحتلة ومحيط الحرم القدسي الشريف والضفة الغربية، يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم دما وانتهاكا لحرمة مقدساته. جرائم المحتل المتتالية دفع ثمنها شاب فلسطيني ثان استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت مزاعم قيامه بطعن مستوطن إسرائيلي قرب منطقة المصرارة في محيط باب العمود بالقدس المحتلة. استشهاد علوان بعشر رصاصات جاء بعد ساعات من استشهاد شاب فلسطيني آخر أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة بعدما طعن 3 مستوطنين بسكين، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وإصابة آخرين. الاعتداءات الإسرائيلية لم تستكفي باستشهاد الشابين الفلسطينيين، وإنما تمادت إلى حد منع الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية ليومين. الشرطة الإسرائيلية أغلقت كافة مداخل بلدة القدس القديمة وحولتها لثكنة عسكرية، ودفعت بتعزيزات عسكرية بالتزامن مع اقتحام العشرات من المستوطنين مجددا للمسجد الأقصى. القوى الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة من جانبها أعلنت الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيدين مهند حلبي وفادي علوان وشهداء فلسطين، فضلا عن التنديد بالهجمات الشرسة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه إزاء الحرم القدسي. التصعيد اللامتناهي لقوات الاحتلال في القدس صاحبه توغل عسكري في الضفة الغربية ونابلس بعد إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في إطار البحث عن المسؤولين عن مقتل مستوطنين إسرائيليين، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع مواجهات متقطعة بين فلسطينيين ومجموعة من المستوطنين قرب قرية بورين في شمال الضفة الغربية. ومع تواصل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية يبقى نهج الاغتيالات الميدانية الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية. تنضم إلينا من رام الله مراسلة أنيل رواء حسون. رواء، تطورت الأوضاع سواء في الانتهاكات بالحرم القدسي وانتشار المواجهات ربما إلى أنحاء متفرقة ومدن فلسطينية مختلفة؟ أهلا بك زميلتي. طبعا شهدت منذ ليلة الأمس حالة من الغضب والغليان في مدينة القدس المحتلة بعد إغلاقها وتحويلها لسكنة عسكرية وفرض الحصار الخانق على المسجد الأقصى ومنع أهالي القدس من دخولها أو حتى لأداء الصلاة فيها، وتم تحديد عمر المصلين الذين يتوجهون لأداء الصلوات فوق عمر 50 فقط. تم إعدام أيضا الشاب فادي علوان وهو شاب مقدسي كان ذاهبا ليؤدي صلاة الفجر في مدينة القدس. كما قامت قوات الاحتلال بضرب القنابل الصوتية والأعيرة المصاصية أيضا على المصلين عند باب حطة والباب الأصفات ومنعت النساء والرجال
من دخول الأقصى واعتقلت سيدة حتى الآن. أما في قرية العيساوية القريبة والواقع في مدينة القدس المحتلة، هناك مواجهات محدودة بين الحين والآخر وسط هذه القرية، تستخدم قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية وأيضا المياه العادمة. بالنسبة لمنزل الشهيد فادي علوان، فادي علون، تسيطر حالة من الصدمة والحزن على أفراد عائلته بعد إعدام نجلهم واحتجاز جثمانه واعتقال والده وعمه. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد واعتدت على النساء المتواجدات فيه بالضرب بواسطة الهروات وصاعقات الكهرباء، كما دفعتهن على الأرض وتم الاعتداء عليهن ودمرت محتويات المنزل. هذا بالإضافة إلى مصادرة ما يزيد عن 7 هويات مقدسية محمولة هناك في هذا المنزل. كما بلغ عدد الإصابات والاعتقالات منذ ليلة أمس في الضفة الغربية والقدس المحتلة حتى تمام الساعة 12 لهذا اليوم حوالي 222 إصابة ومعتقل في السجون الإسرائيلية بحسب إحصائيات أيضا جمعية الهلال الأحمر الإسرائيلي. إذن حصيلة المواجهات تفوق 200 حتى هذه اللحظة وفقا لمتابعتك. أشكرك شكرا جزيلا رواء حسونة مراسلة النيل. جددت طائرات دول التحالف العربي اليوم قصفها لمواقع يسيطر عليها الحوثيون وصالح في العاصمة صنعاء. في غضون ذلك قتل 32 من عناصر ميليشيات الحوثيين وأصيب 22 آخرون إثر اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني في تعز غرب اليمن. لا تزال المعارك العسكرية للقوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن لطرد المتمردين الحوثيين مستمرة. وفي أحدث التطورات، جددت طائرات دول التحالف العربي قصفها لمواقع يسيطر عليها الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء. واستهدفت الطائرات كلية الهندسة العسكرية شمال شرق صنعاء ومعسكر عمد في مدينة سنحانة جنوب شرق صنعاء ومعسكر صبر جنوب العاصمة. كما وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثيين وصالح في محافظة تعز غرب اليمن. مصادر في المقاومة أكدت سقوط العشرات من عناصر المتمردين بين قتيل وجريح في هجوم واسع شنته قوتها في تعز في جبهات صالة وثعبان والجحملية ومحيط القصر الجمهوري بعد قصف قامت به الطائرات على تجمعات الميليشيات في هذه المناطق. كما تم تدمير عربة عسكرية في حي الزنوج شمال تعز، فيما قتل وأصيب عدد من عناصر المقاومة ولقي 2 من في القصف الذي تقوم به الميليشيات على الأحياء السكنية بمدينة تعز. مصادر المقاومة أضافت أن القطع البحرية التابعة لدول التحالف العربي قصفت مواقع الميليشيات في منطقة ذباب غرب تعز على البحر الأحمر. كما استهدفت الطائرات مواقع وفي الجبهة الغربية من محافظة مأرب، سيطر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية على مواقع مختلفة وأحكمت السيطرة على منطقة الدشوش وتبت المصارية في منطقة الجفينة غرب مأرب من جميع الجهات بعد تطهيرها من المتمردين. كما تم الاستيلاء على كميات كبيرة من العتاد العسكري والذخائر.